مسجد سيدنا عمرو بن العاص تحت الإنشاء، آسف تحت الترميمات، مش الإنشاء طبعا، تحت الترميمات والتحديثات. طبعا أقدم جامع اتعمل أو أول جامع اتعمل في مصر وأفريقيا، وكان ليه أسامي كتيرة زي المسجد العتيق، تاج الجوامع، جامع الفتح، وطبعا ليه تاريخ وإضافات معمارية كتيرة في الفترة يعني الأموية والعباسية والفترات المتعاقبة. هو من أجمل الجوامع وأشهرها اللي موجودة في القاهرة. ده يا جماعة جامع قلوان، طبعا من أجمل المساجد اللي موجودة في منطقة القلعة، وهو كان المركز للمماليك لأداء الصلوات والتجمعات قبل مسجد محمد علي. وهو يعني كان في الأول مسجد أيوبي، وكان مكان يعني ل يعني مخازن. بعد كده السلطان قلوان يعني بناه بالشكل الكبير اللي احنا شايفينه ده، وهو يعني بسيط في تكوينه المعماري، يعني هو صحن ومحاط بأروقة، وطبعا ده المتحف الحربي وده المتحف الشرطة. قلعة صلاح الدين الأيوبي هي من أجمل الأمثلة للقلاع في الفترة المبكرة للعصور الوسطى، بناها صلاح الدين الأيوبي لكي تكون يعني حصن وحماية للقاهرة وأهل القاهرة والفسطاط. وطبعا يعني هي حدث ولا حرج، تاريخ كبير، تاريخ عظيم مع الدولة الأيوبية والدولة المملوكية والدولة العثمانية، وكانت مقر الحكم لحاكم البلاد من فترة صلاح الدين حتى فترة الخديوي إسماعيل لما قرر إن هو ينزل قصر عابدين. وطبعا يعني مرتبطة أحداث جسام كبيرة جدا في تاريخ مصر بمكان القلعة، وطبعا أهم ما يميزها أو يعني من تيجان هذه القلعة هو جامع محمد علي، أو المسجد يعني أو جامع الألباستر كما يطلق عليه. وهو يعني تحفة فنية معمارية إسلامية جميلة عظيمة. طبعا من اجمل الاماكن اللي موجوده هنا للسائح في زياره القلعه هي منطقه يعني زي البانوراما، احنا بجانب مسجد محمد علي، ويعني المكان ده بيمكننا ان احنا نشوف القاهره ونشوف الاحياء القاهريه القديمه الجميله. نشوف طبعا مسجد السلطان حسن او مسجد ومدرسه السلطان حسن وجامع الرفاعي واشهر الابنيه اللي موجوده في الداون تاون، زي مبنى وزاره الخارجيه، مبنى الاذاعه والتلفزيون، برج القاهره، وعلى مربى الوسر كمان شايفين الاهرامات، ومسجد عمرو بن العاص، اول مسجد على ارجح الاقوال اتعمل في افريقيا وفي مصر، برضو باين أمامنا بشكل جلي. طبعا يا جماعة ده مسجد محمد علي، وده يعني الصحن المفتوح أو الفناء المفتوح، بيكون عبارة عن يعني صحن مفتوح في منتصفه بيكون فيه فونتين أو مكان للوضوء، ومحاط طبعا بالأروقة الجميلة. وطبعا من أهم ما يميزه هو الساعة الجميلة اللي أهداها ملك فرنسا. أنا بس مش شايف من الشمس، مش عارف إذا كنت أنا أصلا ظاهر في الكاميرا ولا لأ. الساعة الجميلة دي اللي أهداها ملك فرنسا لويس فيليب لمحمد علي، طبعا يعني في مقابل او ان هو في مسلة الاقصر رمسيس الثاني الموجودة في الكونكورد، ميدان الكونكورد بفرنسا. ده الصحن الخارجي او الفناء المفتوح للمسجد، وهو المكان كله ده في المكان الغربي، الجزء الغربي، والجزء الشرقي اللي هو بيت الصلاة اللي هو واخد الشكل اللي ورايا ده، اللي هو شكل مربع، يعني المسجد اللي ورايا. وخلينا برضو نخش المسجد. طبعا احنا بداخل بيت الصلاة مسجد محمد علي، هو يعني مسجد عظيم بالأعمدة الرئيسية الأربعة الكبيرة وبالقباب الجميلة وبأسماء الصحابة وبالشهادة
اللي مكتوبة وبال المنبرين المتميزين بجانب طبعا القبلة، وطبعا يعني ضريح محمد علي مؤسس الدولة الحديثة موجود زي ما احنا شايفين في المقبرة دي او الضريح ده. والعلم هو توفاه الله قبل ان يتم الانتهاء من هذا المسجد. شايفين ادي الضريح بتاع محمد علي موجود ورايا، وهو طبعا جامع عظيم ومثال جميل يعني للمساجد اللي بتاخد يعني الستايل العثماني الجميل بالمآذن الجميلة، وطبعا مجموعة النجف الجميلة، وبرضو في حركة تجديدات كبيرة قوي بتحصل في المسجد دأبها أو شأنها زي مساجد كتير، حتى في مسار آل البيت في مساجد كتير برضو بتتطور على أجمل ما يكون. مدرسة وجامع السلطان حسن أو جامع ومدرسة السلطان حسن هي الهرم الرابع للعمارة الإسلامية، من أعظم الآثار والعمارة الإسلامية اللي موجودة على مستوى العالم. جامع ومدرسة السلطان حسن هو سجل حافل أو مدرسة حافلة للفنون الإسلامية والعمارة الإسلامية والخط الإسلامي. كان جامع ومدرسة فيها المدارس اللي بتنتمي للمذاهب الفقهية الأربعة، المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، وكانت المدارس موجودة في المكان اللي احنا فيه ده اللي هو صحن مفتوح في النص فيه مكان للوضوء، وزي ما باين كده ومحاط بإيوانات كبيرة، وفيها المدارس بالبيبان الجميلة وإيوان الإبلة اللي موجود ورايا ودكة المبلغ اللي برضو موجودة. طبعا هو يعني الفنون الإسلامية والتأثيرات من الحضارات التانية موجودة بشكل جلي وكبير في الجامع والمدرسة، والسلطان حسن يعني أنفق عليه الكثير والكثير، وحتى يعني ليه جملة مشهورة إن هو قال فيما معناه يعني إن هو لولا أنه يخشى أن يقال أن حاكم مصر يعني ابتدى يعني بناء وما كملوش، هو ما كانش كمله يعني، هو كناية إنه كان بيدفع له فلوس ودراهم ويعني قطع ذهبية كتيرة، وبرضه يعني جمع فنانين مهرة كتير عشان يشاركوا في بناء هذا الصرح العظيم. المساجد اللي موجودة في القاهرة اتبنى عن طريق خشيار هانم، وهي أم الوالدة باشا أم الخديوي إسماعيل، وده ضريح الملك فاروق آخر سلالة أسرة محمد علي اللي كتير من أفرادها مدفونين في مسجد الرفاعي، هذا المسجد العظيم اللي كمساحة بيتسع لأكثر من 3000 متر مربع، ويعني مكان الصلاة لأكثر من 1000 متر مربع، وبرضه بيمتاز بالديكور الجميل والعناصر المعمارية والزخرفة المعمارية الإسلامية الجميلة. وهو يعني اتبنى في عهد خشيار هانم، بس هي توفت قبل ما يعني تستكمل البناء بتاعه. وهو يعني بينتمي أو يسمى المسجد الرفاعي نسبة إلى أحمد ابن الرفاعي، وهو يعني صاحب إحدى الطرق الصوفية بالعراق، وطبعا دي دكة المبلغ اللي يوجد ما يضاهيها في جامع ومدرسة السلطان حسن. شوفوا الأعمدة الكبيرة، أربع أعمدة كبيرة يعني أساسية
في بناء هذا المسجد، ويوجد ما يضاهيها كعناصر معمارية في جامع محمد علي، وده القبلة والمنبر الجميل. ده برضو ضريح شاه إيران. يعني أتى واحتضنته مصر في فترة السادات. ومن المعلوم أن الخديوي إسماعيل وزوجاته والسلطان حسين كامل مدفونون في هذا المسجد الرائع، مسجد الرفاعي. يعني دي جولة كده خفيفة حبيت أعملها لكم في أجمل الأماكن الموجودة في مصر القديمة، وفي ميدان صلاح الدين وفي القلعة. يعني أتمنى تكون جولة جميلة، وأتمنى يعني تكون احتوت على معلومات كده رشيقة وخفيفة. شكرا لكم.